اي خدمات وتقديم احسن الاداءات للمهمة تاع توتالمون يكون ان ديباسمون ان ابي ما تنسي من خلال الممارسه باللي الصيادلة يحفظ بطاقه الشفاء يعني انا كان يروح عندي فارماسي ما يقدرش يتيزي لا كارت شفاء مبروك كي معين ندير له امر باسترجاع وهذا يخالف البند نتاع لا دوميسيلياسيون. احصت مصالحنا عدد المؤمنين المعنيين بالرفض الطبي 5088 مؤمن لو اجتماعيين. بعد عملية بعد القيام باستيفاء جميع الإجراءات الإدارية فيما يخص الاستدعاء الأول والثاني وفيما يخص لي فوا دروكور الطعن وضعنا 4844 بطاقة شفاء في القائمة السوداء. المبلغ المطلوب من استرداده هو 5,36,339 دينار.